أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. أحسنت، بارك الله. السؤال الثاني: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين
أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين ما شاء الله أحسنت شكرا السؤال الأخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء تكذبان فيهما من كل فاكهة فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. أحسنت، بارك الله فيك، شكرا. صدق الله العلي العظيم. أمي بشير أحمد، أمي شيخ ناصر أحمد الناصري، كرتك بريجاري تو مركز التحفيز انترناشونال مدرسة براشنا بوري. شكرا لي أمازون الدعاء كربان আমি যেন আল্লাহর আলেম হতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ, আমার প্রিয় ছাত্র হাফেজ বশির আহমদের জন্য সবাই দোয়া করবেন, সে যেন একজন আল্লাহওয়ালা আলেম হতে পারে।